مباراة ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. من جديد ده كل التحية للكابتن أيمن شوقي وضيوفك الكرام وكل مشاهدينا ومشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء بفوز كبير وعريض للنادي الأهلي في الأسبوع الأول للدوري المصري على فريق الإسماعيلي، فريق كبير بأربع أهداف مقابل لا شيء. مباراة كبيرة لعبها النادي الأهلي ونجوم النادي الأهلي. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء مدرب العام لفريق النادي الأهلي كابتن سامي قمصان. كابتن سامي، خليني ابارك لك على المباراه، ابارك لك على الاداء. مباراه كبيره والبدايات مهمه جدا. النهارده فوز كبير جدا على فريق النادي الاسماعيلي باربع اهداف، اداء نتيجه حققت المعادله الصعبه النهارده. تحيه طبعا للكابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت الحمد لله نتيجه كبيره على خصم كبير جدا نادي الاسماعيلي، نادي عنده تاريخ كبير وعنده لعيبه مميزه وجهاز فني. كابتن طلع طبعا من افضل الناس اللي عندها خبرات في الدوري المصري. الحمد لله بشكر اللعيبه طبعا على الاداء والجهد والنتيجه الكبيره ديت، والبدايه اللي هي كانت مهمه جدا لينا محتاجينها جدا. ودي برضو خلينا نكون واقعيين، يعني ان برضو الاريحيه اللي انت بتلعب بيها، الحمد لله انت خلصت ماتشات افريقيا فعندك الحمد لله اريحيه اللي انت تقدر تحضر كويس للمباراه. يمكن النهارده غيرت طريقه اللعب وكانت حاجه الحمد لله كان عندنا افضليه فيها وادتنا افضليه. عندنا الحمد لله برضو حلول كتيره جدا، اللعيبه اللي شاركت واللعيبه البدائل واللعيبه اللي ما شاركتش النهارده والاصابات اللي موجوده سواء الشناوي او وليد سليمان او متولي، الحمد لله برضو دي رجوعهم تدينا قوه. البدائل اللي نزلت النهارده وعملت برضو الحمد لله اداء كويس، حسين وحمدي وحسام حسن وعمار ومحمد هاني، فالحمد لله مكاسب كبيره طبعا للفرقه. وان شاء الله اتمنى ان شاء الله الاستمراريه. بس اول ما تم الاعلان على التشكيل الجميع بيتكلم وتساءل ازاي بيستر بيتسو موسيماني هيلعب بثلاثه في نص الملعب ويقرر امر ان انا العب بحمدي فتحي وسوليه وديانج. اول ما صافره المباراه انطلقت الكل شاف الطريقه اللي بيلعب بها النادي الاهلي، مش 4-3-3، لا ده 3-4-3. الجميع النهارده اتفاجئ بالطريقه الجديده 3-4-3. بص خليني اقول لك ان يعني ان احنا لعبنا بيها طبعا قبل كده، لعبنا فيها الترجي ولعبنا فيها صن داونز نفس القصه يعني ونفس الشكل ديت يعني. واختلاف اي طريقه طبعا انت بتبقى محضرها كويس، والراجل بنشتغل عليها على فترات كبيره، اللعيبه بحفظها كويس، عندنا الحلول الحمد لله كويس. النهارده بوجود تاو ووجود لويس ادالك سرعات كويسه في التلت الهجومي، عاوز انت برده تامن نفسك كويس لان برده السنه اللي فاتت استقبلنا برده اهداف فكنا بنفكر برده نحاول نقلل الموضوع دوت. واي طريقه اي طريقه في الكور اي طريقه بيبقى ليها حاجات ايجابيه وحاجات دفاعيه، ما فيش حاجه اسمها طريقه دفاعيه او طريقه هجوميه. النهارده الحمد لله زي ما انت قلت بنلعب 3-4-3، بيديك افضليه في الاستحواذ الحمد لله، افضليه في الفرص، افضليه في الاهداف اللي انت سجلتها الحمد لله من اقل الماتشات اللي جالك برضو عليها هجمات، فالحمد لله اعتقد ليها طريقه مناسبه للمباراه نفسها يعني. وهو ده اللي بنتكلم فيه ودايما الراجل بيتكلم فيه، كل مباراه بيبقى ليها شكل اللعب وبتتحدد على حسب الخصم اللي انت بتلعبه، على امكانيات اللعيبه المتاحه بالنسبه لك، على الشكل اللي انت عاوزه من المباراه، عاوز تبداها بدري وتخلصها تنهيها بدري، عاوز يبقى عندك برضو افضليه في التلت الهجومه تدي حريه للثلاثه اللي فوق عشان برضو ما يبقاش عندهم ارتداد دفاعي كبير فيبقى عندهم نفس كتير موجود في التلت الهجومي. فكل دي افكار يعني، لكن في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك، تجتهد وتتصور بتعمل تصور، ممكن التصور دوت ربنا يكتب لك فيه التوفيق وممكن لا. لكن اللي انا عاوز اقوله طبعا كابتن ايمن وضيوفه، الهجوم اللي احنا شايفينه على الجهاز الفني في كل حاجه يعني، في كل موقف يعني بتكسب بتتعادل بتاخد بطولات ما بتاخدش بطولات، الاداء مش احسن حاجه، بتكسب في افريقيا 6 لا اصل النادي الاهلي ما كانش احسن حاجه، اصل بيتسو موسيماني مش احسن حاجه، في ظل اللي بتلاقي ان مجلس الاداره بيجدد الثقه في الراجل، اصل الراجل عاوز طلبات ماديه، حاجات كتيره جدا جدا جدا. وللاسف للاسف يعني اللي هي بتطلع من ناس كانت منتميه للنادي الاهلي، وممكن من الحاجات القليله جدا الفتره اللي فاتت ديت اللي بنشوف هجوم على اللعيبه والجهاز الفني والمنظومه نفسها يعني. لكن طبعا كل شكر الكابتن ايمن طبعا وضيوفه، الناس دايما في ظهرنا ودايما مدعمنا، وده ودي الرساله انا بوجهها من خلال كابتن ايمن وضيوفه للجمهور، اللي لازم جمهوره يكون عنده وعي كبير. وانا عارف جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الحمد لله يعني عنده وعي كبير جدا ان 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 الجهاز واللعيبه دايما بيبقى محتاجين دعم، محتاجين الناس تبقى في ظهرهم. محتاج اوقات احنا كان في تاثير وده اللعيبه، لكن لظروف معينه اوقات كتيره جدا اللعيبه دي عملت اداء كويس جدا وعملت نتائج كتيره كويسه جدا، ما بالك يعني اللعيبه دي حققت 2 افريقيا وسوبر وثالث عالم، الناس بتقارنها بفرقه واخده بطوله واحده، بتقارن الراجل بمدرب واخد بطوله واحده، فايه المقارنه؟ يعني ازاي المقارنه ديت؟ فلكن في الاول والاخر بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا، النادي الاهلي مش متعود اللي يخسر بطوله الدوري مرتين، مصممين وعندنا هدف واللعيبه نفس القصه، عندهم تصميم كبير اللي هم نركز من اول مباراه لينا
يمكن برضو الاريحيه اللي احنا حصلنا النهارده الحمد لله ان انت بتفصل عندك وقت. يمكن بقى الصعوبات اللي احنا قابلناها الفتره اللي جايه دي اللي هتقابل الفرق اللي خلال السبع مباريات اللي الدوري فيها مضغوط فيها، الناس هتعرف يعني ايه ضغط مباريات، يعني ايه ان انت بتلعب كل 3 4 مباريات كل 3 ايام مباراه، يعني ايه ان انت بتلعب تحت ضغط عصبي واللي انت تكسب، وحاجات مهمه جدا الناس هتعاني منها اللي احنا كنا بنتكلم فيها واللي احنا بنقول ان احنا فما بالك انت كنت بتلعب بتسافر بتلعب بطولات كبيره وبتلعب مع خصوم كبير وبتلعب كاس عالم وتروح افريقيا نهائي وقبل نهائي وتروح سوبر وبترجع على دوري، وضغط كبير جدا وضغط عصبي على اللعيبه وضغط بدني، فكل الحاجات دي اعتقد ان الناس هتعرف يعني ايه الضغوطات ديت هتعاني منها، لكن الحمد لله برضو احنا تعودنا عليها. واعتقد الحمد لله ان عندنا دلوقتي من الخبرات والراجل عنده من الخبرات اللي يقدر يتعامل ازاي مع ضغط المباريات ديت، والحمد لله يمكن النهارده التغييرات ادتنا افضليه وادتنا استمراريه في الاداء وادتنا الحمد لله تكمله. الحمد لله برضو دي من الحاجات برضو اللي برضو الحمد لله اللعيبه واقفه على رجلها كويس بدنيا بتلعب لحد اخر وقت، ما تاثرناش بغياب ديانج، فالحمد لله برضو دي من الحاجات الايجابيه اللي تحسب للحمد لله النهارده. وقت التقصير بنعترف ان عندنا تقصير، النهارده اجماع على الاداره الفنيه المستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني، لكن في نقطه مهمه جدا الجراه اللي عند الجهاز الفني ان انا العب قدام الاسماعيلي 3 4 3 وعندي عنصرين جداد اول مره يعني برستاو بنشوفه ميكسون يشارك في مباراه انبي، اعتقد دي جراه من الجهاز الفني ومهم جدا ان انا عديت اللعيبه نفسيا لهذه الطريقه. بص خلينا نقول برضو نتكلم ان الجرأة دي جاية من الحلول اللي عندك كتيرة، انت عندك النهاردة الحمد لله بص النهاردة في التشكيل النهاردة عندك لويس وعندك بيرس وعندك أفشا وعندك بره حسين وعندك كهربا وعندك حمدي عبد القادر وعندك حسام حسن وعندك محمد شريف، فكل دي طبيعي اللي هي تدي لك جرأة اللي انت تهاجم واللي انت يبقى عندك حلول هجومية كتيرة واللي انت تتكلم الراجل يتكلم في النقطة دي برضو اللي احنا الحمد لله عاوزين نكسب مكسب كويس نطمن جمهورنا وناخد بيه الثقة، اعتقد اللعيبة الحمد لله كانت قد ديت، فالجراءة بتجي لك من الحلول الإيجابية اللي عندك، انا مش شرط اللي انا مثلا ما عنديش حلول هجومية كبيرة واقوم لاعب كل في كل لا قدر الله استقبل ممكن اجيبه بس ممكن استقبل، فهي دي هي ديت يعني، لكن الحمد لله اللي برضو اللي مدينا افضليه الحمد لله الحلول الكتيره اللي موجوده عندنا، حلول برضو اللي هي اللعيبه يقدر يلعب في كذا مركز، النهارده بيرس بيلعب سترايكر ممكن يلعب وينج ممكن أفشا بيلعب النهارده وينج ممكن يلعب 10 زي ما بيلعب حسين نفس القصه، حسام شريف حمدي فتحي النهارده اوقات كتيره بعد حاله الطرد لعبنا 4-4-1 وحمدي طلع لفوق في جنب سوليه قبل ما عمار ينزل وبعد كده عمار، فالحمد لله برضو الحلول الكتيره دي بتدي لك مرونه وبتدي لك افضليه وبتدي لك اللي انت زي ما انت قلت الجرأه اللي انت بتقدر تشتغل باستمراريه في المباراه طول المباراه اللي انت بقى عندك افضليه. شكرا يا كابتن سامي، مليون مبروك، خطوه مهمه جدا، البدايات اكيد مهمه. شكرا وبشكرك طبعا وبشكر كابتن ايمن دوف، وان شاء الله اتمنى ان شاء الله دعم اكبر وان شاء الله ان شاء الله تكون ان شاء الله السنه دي ان شاء الله كل البطولات النادي الاهلي باذن الله. شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، اتكلم في نقاط فنيه كتير جدا ووضح كتير.